نحن كإدارة مشروع من الجانب العراقي نبذل قصارى جهودنا للوقوف مع الكوادر، كافة الكوادر الصينية المتواجدة في موقع مشروع صلاح الدين، وأعتقد قد لبينا كافة الطلبات التي قد قدمت من قبلهم بإيقاف عمل الموظفين، بإيقاف دخول الناس إلى الموقع، وذلك لغرض الحد والسيطرة من أي إصابة تحدث مستقبلا. العراقيين يرتدون كمامات وكفوف، والصينيين يرتدون فقط كمامات. معنى ذلك أنتم على حق. 其实这个事情呢，我觉得戴口罩比戴手套更重要。أنا شخصي أعتقد أن لبس كمامة أهم بكثير من لبس كفوف. 因为你的手脚经常洗，不要接触到眼睛、嘴巴、鼻子。 إذا يمكن غسل اليدين بصورة متكررة لتجنب انتقال العدوى، طالما تجنب لمس اليد، لمس العينين والأنف والفم باليدين. وإذا لبست كمامة ولكن تستخدم يديك للمس العضو الآخرين وعينين والأنف والفم، هذا أيضا سيؤدي إلى انتقال العدوى.